السلام عليكم البنات الاخوان الاخوات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو هذا فغادي ندير لكم يعني الملاقيه ديال الرنده، اللي هي كتقدر يعني تخدموا بها غير هكا بوحدها، اولا كتقدروا ديروها ما بين مثلا هكا سفيفه اللي كانت رقيقه ولا غير ترسان، فكتجي في الوسط في بلاصه العقد كتجي زوينه. فكما كتعرفوا الظروف اللي حنا كنعيشوها حاليا يعني الحجر الصحي، فما يمكن ليش يعني نخرج اولا هذا، فغنضطر نكتفي غير بداكشي اللي عندي. يعني غادي ندير لكم غير داكشي اللي عندي في الدار، مره ندير لكم شي حاجه غير داكشي اللي هو متواجد عندي في الدار، فانا ما يمكنليش نمشي للمحل في الظروف هذه. وكنتمنى انه يعجبكم. ودابا ان شاء الله غادي نبداو. هنا بالنسبه لي هنا عندي الثوب، حتى دابا نيس بما اننا مقبلين ان شاء الله على شهر رمضان، الواحد يعني كما تيقولوا قاس قاس لاما الواحد اللي عنده شي سوي باش يبدا يفصلو، اللي كيعرف يفصل يخدمو. ونقدر ندير معكم، المهم راه دايره دي فيديوهات يعني ديال الفصاله ديال هكا جلب عاديه، ونعاود نعاود لكم وحده اخرى ثاني ان شاء الله بما ان عندي واحد ثوب نيت ديالي انايا. هنا كنحاولوا نديروا هاد الفناتي هادو باش كنحاولوا نزيروا الثوب شويه مزيان، حيت الا ما درناش ما غاديش يتزير لينا الثوب. بالنسبه لهذه بحال هكا الواحد اللي بغى شي جلابه تكون خفيفه ودغيا كتوجد، راه كتجي زوينه هاد الملاقيه هذه. هنا بالنسبه لي انا عندي الحرير، هنا راني برمت الحرير، وبالنسبه للحرير هو هذا اللي استعملت. هذا راه هنا كاين، هذا هنا على جوج شعرات، هذا شويه غليظ، راه كاين اللي رقم منه فيه 4، وهنا راه ممكن نقدروا نديروا نخدموا غير بخيط واحد هكا، غير هذا كيجي رقيق بزاف، وهذا كيجي شويه غليظ، ماشي غليظ كاع بزاف، انما المهم شويه. وبالنسبه للاخر كنقسموا اللي فيه 4 شعرات كنقسموا كنديروا ديال جوج جوج. انا دائما كنحاول نستعن بصبعي بحال هكا، وكنستعن بهذا لانه هكا باش كنعاون على الخدمه. هنايا كنحاول نصغر شويه هاد المسافه، حيت انا غادي ندير غير وقيلا غير عين وحده، ما غادي ندير لكم ديال جوج ضربات. هنايا انا هادي كنحاول دائما كنحاول نصححها مزيان باش ما تقطعش ليا مثلا، حيت لانه هذه الطريقه باش كنبدا بحال هكا بالجلابه، لانه باش ما تديرش باش ما تقطعش ليا دغيا، باش كتبقى صحيحه يعني كنعاودها. دابا غادي ندير هنا جوج ضربات، هنايا الخيط هو عندي هنا راه داير كما كتشوفوا، ها هو هكا. انا غادي نهبط بهذوك الجوجات نيت، هنايا شنو غادي ندير؟ غادي نلوي الخيط ديريكت على هكا، غادي نلوي الخيط وغنجي ونشد ديريكت هنا الفوق. وغنجي نهبط ديريكت لهنا،
والخيط كما كتشوف هو راه داير عندي في الفوق. هنا غادي ندير جوج ضربات، جوج ديال العيون ولا جوج ضربات. هنا راه كنحاول نمشي بواحد القياس باش كيبقى عندي مقاد، ما نشدش شي طالع وشي نازل، نحاول عبار واحد يمشي عندي لا ما بين وحده وحده اولا ما بين الثوب مثلا من هنا لهنا للثوب، حيت بعض المرات كنشوف هكا مثلا شي طالع شي نازل، من الاحسن يكون كل شيء مقاد، لانه هكا الواحد ياخذ داكشي غير بشويه، لانه الواحد بعض المرات كيبدا يزرب في الاخير مطاف كيلقى راسو ما يعني داكشي عنده شويه شويه صراحه ماشي تلهيه، ما من الاحسن نخدموها غير بشويه علينا باش هكا نستافدوا من يعني الدروس يكونوا مثلا نقيين ويكون غادي الخدمه، حيت علاش ما بدا الواحد في الخدمه الاولى يدو كتمشي على هكا، الا مشى الواحد على مثلا غير داكشي العشوائي غير كيزرب وهذا فراه صراحه ما كتجيش زوينه، الرنده كتبغي تكون العيون والضربات كلهم يكونوا مقادين، لما بين العبار هكا في ما بين ضربه وضربه اولا حتى في التو. انا غنجي غندخل ديريكت هنا غنشد فينا غنجي غنشد تاني هنايا كنتمنى هادشي يكون واضح، لانه حيت كنحاول اني ما نديرش يدي بزاف باش هكا هنا. هادي راه نسيت ما شديتش عليها خيط حيت كانت تقطع ليا التصوير، هادي يلاه شفتها بانت ليا. راه تنخشي بيناتهم ماشي من تحت، راه بيناتهم هنايا، حيت هادي هنا كاينه عين وهنا كاينه عين.
انا الخضره قريب يتمل لانه بدا كيتلوى. يعني كنتمنى ان يكون هاد الضربات يعني واضحين. هانتوما شوفوا الضربات كيفاش دايرين، يعني غادي نقادين. انا غادي نوريكم كيفاش غادي نركب الخيط، لانه ملي كيكمل ليا الخيط شنو كندير ليه باش ما كيبقاو عندي العقادي لا والو، باش بلا ما ندير دوك العقدات. هذا غنجي غادي نحطوه هنا، غادي ندخلو في هذا البلاصه هنا ما بين التوب بهذه الطريقه، هنا نخرجوه هنايا. دابا غادي نركب الخيط الاخر ونرجع لك هنا. غادي نجي غادي نحط الخيط ندخله هنا، هذا غادي نشدو بحال هكا شويه نتحكم فيه هكا بصبعي باش ما يبداش يهرب ليا، وغنجي غادي نشد ندخل الخيط هنايا. غادي نزير عليه ونجبد هذا ونزير على هذا الاخر هكا، نجي عاد نشد هنا في التوب صافي، عاد نطلقو ومن بعد صافي نبقى غادا خدامة عادي. وعاوتاني دائما نبقى شاده هكا باش نزير، باش ناخذ نزيره ونخدم عليه، يعني غنبقى حتى نفوتو. بحال هاد الشكل هكا. دابا كنتمنى هاد الدرس هذا يعجبكم، لو ولا عجبكم فما تبخلوش عليا بالتعليقات ديالكم. كنشكر جميع الاخوه والاخوات اللي انضموا لهاد القناه، للناس الجداد، وكنشكر القدام، الناس القدام حتى هما. وكنتمنى التوفيق ان شاء الله للجميع، وكنتمنى من الله ان شاء الله الله يرفع لنا هذا الوباء هذا على جميع المسلمين يعني في العالم كله، وكنتمنى الشفاء للناس اللي ان شاء الله اللي يتصابوا به، وكنتمنى من الله انهم ما يتصابوش ناس اخرين. وكنقول لكم السلام عليكم حتى الفيديو اخر ان شاء الله.